ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. أعلنت سيدة أمريكية تدعى ألميدا أرييل والبالغة من العمر 72 عاما عن زواجها بمراهق يبلغ من العمر 19 سنة، وذلك بالرغم من أنه في عمر أحفادها. ووفق صحيفة الديلي ميل البريطانية، فقد قالت أرييل إنها لا تزال سعيدة مع زوجها غاري هاردوك رغم أنه يصغرها ب 53 عاما، ورغم أنه أصغر من حفيدها الذي يعيش معها بثلاث سنوات. وأوضحت الصحيفة البريطانية أن أرييل وهاردوك تزوجا سنة 2016 بعد أسبوعين من تعارفهما في جنازة ابن أرييل والذي كان يدعى روبرت، والذي فارق الحياة عن عمر يناهز 45 عاما، مشيرة إلى أن أرييل قالت إن زواجها الأول دام نحو 43 عاما أنجبت خلاله 4 أبناء، لكنها كانت تفتقد فيه إلى الرومانسية والسعادة على عكس زواجها الثاني من هاردوك. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومية.